السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. يوم جديد وفلوق جديد. فلوق اليوم إن شاء الله بدنا نتكلم عن أهم خمس شغلات مش لازم تعملها وإنت في ألمانيا. طبعا يمكن أول شغلة وأنا أعتقد إنه هي رح تواجهها في أول إشي، اللي هو موضوع الشوارع وقوانين السير والأشياء هاي. طبعا في كتير من قوانين السير يعني زيها زي دول العالم، يمكن واحدة من الأشياء اللي بتميزها اللي هو موضوع الدراجات. يعني إحنا عندنا هان في مسار خاص للدراجات الهوائية، فلازم انه تنتبه وما تقف على هذا المسار. يعني انت خاص نص في فصل الصيف راح تشوف ناس كتير بيسوقوا الدراجات الهوائية هان، فبالتالي هذا المسار مخصص فقط للدراجات الهوائية. يعني انت لو كنت واقف عليه هتلاقي الناس بتطلع عليك تطليعة غريبة، او حتى ممكن تلاقي واحد منهم ينادي عليك. طبعا زي ما احنا شايفين هذا هو المسار، هانا هيك مسار المشاة العادي، وهنا هيك اللي بلون مختلف هو المسار المخصص للدرجات الهوائية. فهذا المسار على قدر الإمكان بدك تحاول تبعد عنه. ونقطة تانية متصلة في نفس الموضوع اللي هو موضوع قطع إشارة المرور. يعني هان على الشوارع الرئيسية خاص نص، يعني زي هذا الشارع لازم تقطع الطريق فقط من عند خط المشاة، ما بينفع تقطع الشارع من نصه. طبعا هذا يعني لو الشرطة مثلا شافتك وانت بتقطع الشارع بهاي الطريقة راح تاخد عليها مخالفة. فالأفضل انه في الشوارع الرئيسية اللي بيكون فيها سيارات كتير زي هيك بدك تقطع الطريق من عند إشارة المرور. طبعا في الشوارع الفرعية اللي بتكون متفرعة هذا الاشي عادي جدا انه انت تقطعه، ما فيش اي مشكلة. ومثلا لو انت اصلا بدك تعدي هذا الشارع وكانت في سيارة جاية، السيارة من تلقاء ذاتها راح تقفلك لحتى انت تعدي. يعني انت لك الاولوية لحتى تعدي وبعد هيك بتمشي السيارة. يعني هاي كمثال احنا هلقيت في قدامنا اشارة مرور، الاشارة طبعا هلقيت خضرة للسيارات فاحنا ما بنقدر نعدي. مثلا انا كمشاة بدي اقلط الشارع، في طبعا في كل الاشارات او على اغلبهن راح يكون في حاجة زي هيك هان حط عليها، بتضوي زي هيك بالطريقة هاي تبدأ تستنى. طبعا هلقيتها هي حمراء، هلقيتها خضرات. شوف كيف الشحن لتلقاء الذات نفسه وقف، خضرة اقلط وامشي يا معلم. تاني شغلة مش لازم تعملها عند ما تكون في ألمانيا اللي هو تمشي بدون ما يكون معك مال نقدي، أو يعني نقدر نقول بارجلد بالألماني. طيب ليش هذا الاشي؟ يعني الألمان هم ما بيتعاملوا بالكرت. يعني احنا بنقدر نقول انه كتير من المحلات الكبيرة تتعامل فعليا بالكرت، ويعني ما في حد أدنى للمبلغ اللي بدك تدفعه، ولكن في نفس الوقت كتير من المحلات الصغيرة ما بتقبل إلا بالبارجلد. وأحيانا حتى ممكن نصادف محلات مثلا بحط حد أدنى للدفع عن طريق الكارت، مثلا يعني لازم تشتري في 10 يورو فما أكتر علشان تقدر تدفع في هذا الكارت. كمان نقطة تانية بتتعلق في السحب من الصراف، بدك تلاحظ أنه ما تسحب فلوسك إلا من البنك اللي أنت مشترك معاه، لأنه السحب من غير البنك اللي أنت مشترك معاه رح يكلفك فلوس زيادة. يعني بعض الصرافات ممكن يدفعوك لحد 7% عمولة على المبلغ اللي أنت سحبته، فعلى قدر الإمكان دائما بدك تخلي معاك بارجلد أو فلوس نقدي، ولما بدك تسحب ما تسحب إلا من البنك اللي أنت مشترك معاه، لأني بدي أشتري أغراض شوية قليلة فاضطريت أسحب من الصراف بارجلد لحتى أشتري الأغراض لأنها أقل من 10 يورو. فزي ما قلت لكم يعني أغراض أقل من 10 يورو في بعض المحلات، أو حتى ممكن بعض محلات تلاقي الأسعار أو الحد الأدنى هذا مختلف. وثالث حاجة من الأشياء اللي لازم تأخذ بالك وما تعملها أبداً في ألمانيا اللي هو موضوع تخلط ما بين القمامة. يعني موضوع فصل القمامة هنا كتير 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 مهم. يعني موضوع البلاستيك والحديد والعلب والمعادن والكرتون والأشياء هاي، هذه يعاد تدويرها، فمش لازم تحطها في قمامة الريست أو يعني القمامة اللي هي بتيجي مثلاً أسبوعياً، ولكن القمامة اللي يعاد تدويرها بنطلعها مرة واحدة كل شهر. طبعاً إحنا هاي بتجينا مرة في السنة من البلدين. هدول هنا الأكياس اللي بنستخدمهن عشان نحط فيهن الشغلات اللي بنعملها ريسايكل. طبعا بكون في ايش في اخر الدفتر زي هيك، هاي تكتب نسلم عليها كياس، عم بقول لك مكتوب انه لفتين من الاكياس، فهذول كفلنا 6 اشهر. وبقلب هذا الدفتر زي ما احنا شايفين هاي وقت السنه كلها هيتها، وايش فيها متى رح يجوا ويلموا الحاجات اللي بنعملها ريسايكل. يعني مثلا احنا هاينا شهر 6 حرف الأمن، إحنا طبعاً حنكون يعني في دليل ورا
أسماء الشوارع وهيك. فحرف الأم اللي هو ميتفوخ اللي هو بكرة يوم الأربعاء، فلازم نروح ننزلها. وخلينا نشرح لكم شوية عنها قبل ما ننزلها. في عنا هان زي ما احنا شايفين، هان في زي سطلين بنحطهم، يعني هذا هي الكياس اللي بنستلمها وبنحط فيها. في أول واحدة هان بس بنحط البلاستيك والمعدن، في الشقة الثانية بنحط الورق والكرتون والأشياء هاي، وهنا بنحط بس الأشياء اللي بتنتج عن الأكل، يعني زي بقايا الخضرة، بقايا الفاكهة، اللحم، الأشياء هاي بنحطها هان، وما بنحطها أبدا مع البلاستيك أو الورق لأنه رح يطلع له ريحة. نعملها وننزلها ونحطها برا. بنحطها هان في الشارع من برا عادي، ما طبعا نطلعها مرة واحدة في الشهر، الأمور بتكون في السليم. يعني ممكن البعض يقول لي أنا ما بفصلش القمامة، أو حد يقول لي ما هو ما حدش شايفني. ممكن هذا الإشي مثلا يضله سنة، يضل أشهر، ولكن هيجي يوم من الأيام جار من الجيران الألمان رح يشوفك وفورا رح يبلغ عنك، فبدك تنتبه لهي النقطة. طبعا هذا الإشي عليه مخالفة كبيرة، فبدك تاخد بالك كتير. وطبعا انت مش خسران اشي، واكياس القمامة تاعت الريسايكل بتاخدها من البلدية بشكل مجاني. رابع حاجة من الاشياء اللي مش لازم تعملها ابدا ابدا هان في المانيا، تحميل مواد بتتعلق بحقوق الملكية، يعني الافلام، الاغاني، الاشياء هاي. لو بدك تحمل من اليوتيوب، لو بدك تحمل من مواقع الافلام، لو بدك تحمل مثلا برامج مكركة او ما شابه، هذا الاشي يا معلم رح يعرضك مباشرة لمخالفة حقوق الملكية، وبالتالي رح تصلك بعد شهرين مخالفة قد تصل لألف يورو أو حتى ممكن تكون أكتر من هيك. فبالتالي بدك تحضر كتير من هاي النقطة. كمان حاجة لازم تعرفها إنه موضوع استخدام برنامج التورنت هان يعتبر مخالفة لحقوق الملكية، فبالتالي فقط مجرد وجود البرنامج على جهازك وإنه شغال هذا الإشي يعتبر مخالفة، ورح تاخد عليها مخالفة زيها زي حقوق الملكية، لأنه هو بيعمل عملية تشاركية للبرامج. فأول حاجة بدك تعملها قبل ما تصل ألمانيا من الأصل، تحذف هذا البرنامج تماما، وتحاول على قدر الإمكان ما تحملش أي مواد قد تشك إنه عليها حقوق ملكية. كمان الصور داخلة من ضمن هاي الأشياء، يعني أنت ممكن تحمل صورة وعندما تيجي تستخدمها تلاقي انه مثلا صاحبها بيطالب في حقوق الملكية تاعتها، فبدك تعرف انه هاي الصورة عليها حقوق ملكية ولا ما عليها. طبعا في مواقع كتير مثلا للصور بتعطيك صور بدون حقوق ملكية وبامكانك تستخدمها بشكل عادي. طيب يمكن البعض يقول لي ما بستخدم برنامج VPN لحتى اغير الاي بي تاع الجهاز. انا بشكل عام واحد من الناس بحب اشتغل على المضمون، يعني مخالفة بألف يورو الموضوع مش مستاهل ابدا اتحمل عليه اي اشي. فانا بنصحكم الواحد على قدر الإمكان يتجنب. طبعا بالنسبة للمشاهدة، فالمشاهدة طبعا على اليوتيوب هذا إشي عادي جدا، ما عليهوش أي مخالفة حتى لو كانت المادة المعروضة مخالفة، ولكن المشاهدة على بعض مواقع الأفلام وما شابه هذا الإشي ممكن كمان يعرضك لمخالفة. فعلى الأرجح الواحد يحاول يتجنبها كمان حتى لو ما حمل منها، لأنه بعض الأشخاص فعليا إجتهم مخالفة على هذا الإشي، فالواحد على قدر الإمكان يحاول يتجنب ويضلوا ماشي في السليم. وخامس وآخر شغلة من الأشياء اللي مش لازم تعملها ابدا هان في المانيا، اللي هو موضوع تتجاهل البريفات اللي بتجيك على البيت. البريفات هي طبعا عباره عن الرسائل البريديه اللي بتجيك تحت على البيت. هاي الرسائل مهمه كثير، لانه كثير من الشركات بتتعامل معها كوسيله رسميه للتخاطب، يعني ان انت طالما وصلك البريف او هم بيعتبروا كمان انه هو وصلك حتى لو ما وصلك، فبالتالي انه انت هيك ملزم قانونيا يا اما بالرد عليهم لو كان بيتطلب رد، او مثلا لو كان جايك مبلغ مستحق للدفع، فانت بهاي الحاله مخطر وبالتالي ملزم بالدفع. طبعا النقطة اللي بدي أصل لها إنه إحنا ليش ما نتجاهلهم أبدا، لأنه عندنا هان في ألمانيا في نظام يسمى نظام المانونج، يعني أنت لو ما دفعت مبلغ معين مثلا عليك راح تلاقي بعد فترة جايك مثلا عليه مبلغ فوق المبلغ الأصلي. يعني مثلا على سبيل المثال لو وصلك من السي دي اف بريفات بتطالبك بدفع مثلا كل 3 شهور او ما شابه، طبعا هم بالاول راح يبعثوا لك بريف يخلوك ترد عليه لحتى تزودهم بمعلوماتك. لو ما رديت عليه فهم راح يعتبروا انه انت ساكن لحالك، فهيصيروا يبعثوا لك رسوم الراديو والتلفزيون مره كل 3 اشهر تقريبا 52 يورو. فمثلا لو انت اتجاهلت هذا المبلغ وما دفعته، هتلاقي مثلا بعد 3 شهور بعتين لك مثلا عليك 4 يورو زياده. طنشت طيب وما دفعتش، راح تلاقي في الأشهر اللي بعدها جاييك أكتر وأكتر لعند ما هذا المانونج يصل لممكن مبالغ ضخمة كتير. فبالتالي أنت أبدا أبدا في ألمانيا ما تتجاهل بريفات وما تتجاهل أي دفعات مالية عليك. وكمان تنبع أهمية فهم وقراءة البريفات، أنه أنت بإمكانك ترد على أي جهة، مثلا
مثلا لو كانوا بعتين لك مبلغ معين وانت مش مقتنع، يعني انا ما اخذت هاي الخدمه او انا ما وقعت عقد مع شركه تلفون مثلا او ما شابه، فانت بالتالي بترد وبتقدم عليهم اعتراض. وطبعا يعني لو ما كان عليك المبلغ اللي هم بيطالبوا انه انت تسدده بالتالي بيسقطوه عنك، فممكن تضطر في الاخر انه انت تدفعه. فلا، الاحسن انه انت تفهم هاي البريفات، تقراها منيح وترد عليها اذا كان بدها رد، او تدفع المبلغ اذا كان مستحق عليك وتريح راسك من قصه المانع. يعني بعتقد هيك حكيت أهم 5 شغلات لازم تتجنب تعملها هون في ألمانيا. طبعا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك، وإذا كان عندكم أي تعليق أو أي استفسار على الفيديو حطولنا إياه تحت في التعليقات، أو حتى إذا كان عندكم أفكار تانية. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.